ياك هضرنا على الشعر، ولكن انا ما عنديش الشعر ياك. فالمساله اللي بغيت نهضر عليها، حيت مؤخرا شفنا في العديد من القنوات، في العديد من الاماكن اللي كنهضروا على وصفات اللي كترجع الشعر، ولكن شنو فوقاش هذا الشعر هذا كيرجع، وفوقاش يمكننا نعالجه؟ اذا كاين بعدا غنهضروا على جوج ديال الحوايج: العلاج ديال التساقط ديال الشعر، والنمو ديال الشعر بالنسبه للنساء كاين وغادي نهضروا عليه. ولكن بغيت اولا نهضر على التساقط ديال الشعر عند الرجال. فتساقط الشعر عند الرجال فوقاش كيتعتق، وفوقاش كيمكن يكون علاج ناجع؟ منين هذا الراجل يلاه كيبدا يطيح ليه الشعر ديالو اولا؟ ثانيا الى ما كانش عنده واحد الصبغه وراثيه، يعني في عائلته هذا الشعر كيطيح، يعني ذاك الصلع الوراثي، لان بزاف ديال الرجال كيكون عندهم هذا الصلع الوراثي، لان الحاله ديالو في العائله ديالو، فهنا ما يمكنش يرجع الشعر. علاش ما يمكنش يرجع الشعر؟ لان كما كتشوفوا الشعر، الانسان اللي كيطيح ليه شعره كيكون هذه البلاصه فيها الشعر، ما يسمى لا كورون دي بوكرات، يعني تاج هيبوكرات كما كنقولوا، هو هذا. وهنايا ما كيكونش، علاش؟ حيت في هذه البلاصه هذه كيكون عندنا المستقبلات ديال التستوستيرون، الهرمون ديال التستوستيرون، وكل ما كانت دوك المستقبلات كثيره، وكل ما كان الهرمون ديال التستوستيرون كيطلع، فالشعر كيطيح من هذه البلاصه هذه. ولكن هذه البلاصه ما كيكونوش فيها المستقبلات ديال التستوستيرون، هذا الشيء علاش هذه البلاصه كيبقى فيها الشعر وهذه البلاصه كيطيح. والمساله ان المستقبلات ديال التستوستيرون كتكون مرتفعه، والتستوستيرون كيكون طالع، وخاصة كنهضر على المستقبلات، فهذه خليقة ديال الله سبحانه وتعالى. وهاد المستقبلات ديال التستوستيرون ما يمكنش شي نبتة ولا شي عشبة انها تردها للذات، لان هذه داخلة في الذات وداخلة في التكوين ديال الشخص. اما الى الشعر بدا كيطيح بالنسبة للرجل، والى الشعر بدا كيطيح بالنسبة للمرأة، اذا هنا غادي ندخلوا في تساقط الشعر عندك انت اختي ديالي، وكذلك ما نساوش الرجال اللي بدا كيطيح لهم شويه شعرهم. فكنعرفوا بان الشعر من عادته انه كيطيح من 60 حتى ل 100 كما كنقولوا صغبه، او من 60 حتى ل 100 شعره في اليوم، ياك تفهمنا. اذا ملي كيطيحوا هذوك الشعرات شنو كيوقع؟ ديك التربه اللي هي الجلده ديال الشعر، داك الجذوره ديال الشعر كيعاودوا ينبتوا لنا شجره اخرى. اذا شنو هي هذه الشجره؟ اللي هي الشعره جديده. ولكن ملي كيطيحوا اذا 60 حتى ل 100 كيعاودوا ينوضوا واحد اخرين في بلاصتهم. ولكن في حاله التوتر، اذا هذه السيده او السيد ميكون كيتعصب بزاف، عنده توتر نفسي، في حاله تقلبات هرمونيه، بحال دابا السيده كتكون كترضع، كتكون يلا حملات، كتكون مثلا تقريبا ليها العاده الشهريه ديالها، كيكون مثلا عندها واحد كما كنقولوا واحد خلل في الهرمونات ديالها اللي في ذاتها. ثالثا العوامل، لا العوامل الطبيعيه اللي هي التلوث ديال الجو، الاختلاف ديال الجو مثلا الخريف الصيف الشتاء. رابعا العوامل كما كنقولوا الكيميائيه، او العوامل اللي كنديروهم حنا بيدينا، مثلا ملي كنديروا السيشوار سخون بزاف كنحرقوا به البصيلات ديال الشعر، منين السيده كتستعمل الصباغه بزاف مده طويله، فماده الامونياك والمواد الكيميائيه اللي كتكون فيها كتقتل الشعر، وبالتالي شنو كيوقع؟ الا تخيلنا الراس ديالنا، الجلده ديال الراس، يعني فروه الراس هي التراب، والشعر هما الشجر. اذا هذاك التراب الا سقيناه مزيان وعطينا المواد المفيده، فغادي نلقاو شجره زوينه مقاده مرقه. من غادي يوصل الفصل فاش كتعطينا الفواكه غتعطينا داك التفاح زوين، ولكن الا ما سقيناهاش مزيان وما تهليناش فيها، فبالطبع هذيك الشجره كتولي رقيقه، او ديك الشجره كتموت. فباش نعالجوا هذا المشكل ديال التساقط وهذا النمو، كنقترح بعض الوصفات. مثلا نعطي واحد الوصفه اللي غناخذوا فيها زيت ديال القطران، غناخذوا منها معلقه كبيره، غناخذوا زيت الثومه اللي غناخذوا منها معلقه كبيره، وغناخذوا زيت الزعتره اللي غادي ناخذوا منها كذلك معلقه كبيره، غنخلطوهم مزيان، غندهنوا بهم الجلده ديال شعرنا، وشعرنا نخليهم مده ديال ساعه ثم نغسلوهم. بالنسبه للرجال هذه العمليه يديروها 3 مرات في الاسبوع، بالنسبه للنساء يديروها 2 ديال المرات في الاسبوع، ويداوموا عليها واحد المده ديال 3 شهور. كذلك بغيت نهضر على واحد المكون طبيعي عندنا في الكوزينه ديالنا، يعني عندنا في المطبخ ديالنا، اللي هو الفلفله الحلوه الخضراء،
فيها مادة الكابسين. هذه مادة الكابسين عندها فوائد كثيرة 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 ومهمة، كما كنقولوا الفروة ديال الرأس، ديك الجلدة ديال الشعر ديالنا، ومهمة للشعر. فكيمكننا فقط ناخذ واحد الفلفلة اللي كتكون متوسطة، كنحكوها في الحكاكة اللي كتكون عندنا في المطبخ ديالنا حتى كتحك مزيان، وكنضيفوا ليها واحد 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، اذا ديال زيت العود. كنخلطوا هذا الخليط هذا مزيان، كنخليه واحد المده ديال 5 ديال السوايع، ومن بعد كنهزوا داك الخليط بحال ماسك كنديروه على الجلده ديال شعرنا، وشعرنا كنخليه مده ديال ساعه ثم كنغسلوه. هذه العمليه كنعاودوا نفس الشيء بالنسبه للوصفه الاولى. بالنسبه للرجال كنديروها 3 المرات في الاسبوع مده ديال شهرين، وبالنسبه للنساء كديرها 2 المرات في الاسبوع مده ديال شهرين. ودائما كنقول لكم ما هو طبيعي خصنا نردوا ليه البال، وما هو طبيعي ماشي طبيعي بالطبيعه ديالو، ولكن خصنا دائما نستشروا مع الاختصاصيين في هذا المجال باش نحافظوا على صحتنا وصحه وليداتنا وصحه عائلتنا. مدمزة بالدكتور في الصيدلة والمختص في التداوي بالأعشاب في الجزء الأخير دكتور عماد، وعدتي المستمعة نعم. وصال من الراشدية ومستمعاتنا أيضا بأنك تعطينا وصفة اللي غادي تحل لنا جميع مشاكل الشعر إن شاء الله. فهذه الوصفة هذه غادي تكون وصفة لمشاكل الشعر بما فيها التساقط، بما فيها الشعر اللي كيكون ما كينوضش بواحد الطريقة طبيعية، وكذلك لتقوية الشعر. إذا شنو غناخذوا في هذه الوصفة هذه؟ غادي ناخذوا فيها الزعتر مطحون، غناخذوا فيها اليزير، نعم، غناخذوا فيها العرعر وزيت الزيتون. إذا معلقة صغيرة من الزعتر مطحون، من اليزير مطحون، ومن العرعر، كنزيدوهم على كاس صغير ديال زيت الزيتون. كنخلطوا هذا الخليط في حمام مريم واحد المده ديال 10 ديال الدقائق، وكنخليوه 3 ديال السوايع حتى كيطلق في بعضياتهم مزيان هذه المواد، وكنصفيو هذيك الزيت. ديك الزيت كنوليو كنشقوا بها شعرنا، يعني كندهنوه على الجلده ديال الشعر، والشعر كنخليوه مده ديال ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها 2 المرات في الاسبوع، وكنداوموا عليها مده ديال 3 شهور، وان شاء الله في الشهر الاول كتولي كتبان النتيجه. واش هاد الوصفه وانا كريمه عندك سؤال دكتور عماد، ربما احسنتي بالنسبه للشعر لان كريمه كتعاني من التقصف ديال الشعر من القدام، يعني هاد الوصفه التساقط ديال الشعر. اكيد فهاد الوصفه ان شاء الله غادي تجربيها ان شاء الله ترد عليا الخبر. شكرا. الله يجازيك بخير عافاك، بغيت نسولك على حساب شعري كيطيح ليا بزاف. نعم. وبالنسبه لهاد الوصفه اللي قلتي واش يمكن ليا نديرها واخا انا حامله؟ نعم. على حساب وجهي. الوصفه اللي قلت ماشي مشكل، واخا يكون واخا تكوني حامله ما كاينش مشكل، حتى الاخوات اللي حاملات يمكن له يديروها، ويديروها كاع واخا ما بداوهمش البقع، يديروها غير واحد المره في الاسبوع، شوفوا شي نهار يكونوا مرتاحين ويديروها ويستعملوها باش تبقى محافظه لهم على البشره ديالهم، ما كاينش مشكل. بالنسبه للمشكل ديال تساقط الشعر، ونيت جاو اسئله بزاف شنو هي الوصفه؟ نعم. وكانت واحد السيده كتسولني على كيفاش تعاود تستعمل البصله او الماء ديال البصله في ديك الوصفه اللي كتوقف تساقط الشعر. نعم. فالماء ديال البصله غناخذوا الماء ديال البصله كناخذوا منه معلقه كبيره، وناخذوا 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، ونزيدوا عليه واحد المعلقه صغيره ديال زيت الزعتر، نخلطوهم دهنوا بهم الجلده ديال شعرنا وشعرنا، نخليهم مده ديال ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها 2 ديال المرات في الاسبوع، وكندوموا عليها مده ديال 3 شهور. واللي ما قدرش يبغى وصفه اخرى فغنعطيو هذه الوصفه كذلك. غناخذوا فيها زيت القطران، زيت الازير، زيت اللوز الحلو. زيت القطران، زيت الازير، وزيت اللوز الحلو، معلقه كبيره من كل زيت، كندهنوا بها الجلده ديال شعرنا وشعرنا، كنخلوها مده ديال ساعه وكنغسلوها. العمليه كنديروها 2 المرات في الاسبوع، وكنداوموا عليها مده ديال 3 شهور. غادي نرجع معك دكتور عماد، فقط بغيتك تقدم لنا الوصفه الطبيعيه اللي غتساعدنا على اننا ربما نقصوا او نحدوا من تساقط الشعر، ربما جميع انواع الشعر. نعم. الدهني والجاف والدهني وجاف. فاليوم غندير واحد الوصفه حصريه، واليوم غادي نديروا وصفه ديال تساقط الشعر، وصفه فيتاميني، يعني وصفه غنيه بالفيتامينات. نعم. غادي ناخذوا فيها الرمان، اذا حبوب الرمان. نعم. غادي ناخذوا فيها نص بنانه. شحال تقريبا ديال حبوب الرمان؟ غادي ناخذوا واحد 2 معالق كبار ديال حبوب الرمان. غادي ناخذوا نص بنانه. غادي ناخذوا نص كاس صغير ديال اللبن. بزاف الناس كتسال علاش دكتور عماد اللبن في الوصفات؟ اللبن الغني بالبيفيدوباكتيري اللي كتعطينا واحد لازوت نافع للبشره ديالنا. نعم.
معلقة ونص تفاحة محكوكة متوسطة. نعم. إذن هذا الخليط هذا كامل كنخلطوه فواحد الكسرونة كنديروها تغلى فوق العافية حتى كتطلع الغلية الأولانية. كنصفيو هذا المحلول هذا فواحد اللي ما كتدخلش أشعة الشمس وكنوليو كنشقو به شعرنا، يعني كندهنوه على الجلدة ديال شعرنا، وشعرنا هذاك الماء كنجلسو به ساعة ومن بعد كنغسلوه. كناخدو غير الماء؟ غير الماء، حيت حنا كنصفيو غناخدو الماء ونديروه في الثلاجة باش ما يخسرش. المدة الصلاحية ديال هاد الوصفة هي سيمانة. اسمح لي دكتور إيمان، نشقو به مدة ساعة؟ ساعة ونغسلوه. ونغسلوه. المدة الصلاحية ديال الوصفة هي سيمانة. إذا هاد الوصفة سيمانة في الثلاجة؟ سيمانة هي غنستعملو هاد الوصفة، غتستعمل جوج مرات، لأن غنستعملو هاد الوصفة جوج المرات في الأسبوع. وغادي نديروها، الجديد هنا أننا يمكننا نديروها حتى لثلاث شهور حتى أربع شهور، المهم حتى يتقاد الرمان. يتقاد وقت الرمان ندوزو لوصفات أخرى. وهذا الشيء علاش؟ لأن الرمان فيه مضاد الأكسدة قوي، لأن البنان فيه تريبتوفان، فيه مواد اللي كتغذي لنا البشرة ديالنا، البيفيدوبكتيري اللي كنلقاوها في الحليب في اللبن عفوا، وكنزيدوا ليها التفاح اللي فيه لاسيد دو بوم. هذا لاسيد دو بوم اللي فيه مادة كتعطي حيوية للجلدة ديال الشعر وحيوية للشعر، وإن شاء الله في الشهر الأول كتبان النتيجة.